في فقرة تفانين المتجددة. نتجدد معاكم أخوكم هيثم الملحاني في فقرة الإنشاد، كذلك معانا الأستاذ ناصر الحربي في فقرة الإعلام، والأستاذ إبراهيم النجاشي في فقرة التمثيل. طيب الشباب مش موجودين معايا، بس اللي ما شاء الله تبارك الله عبد الرحمن، يعني الله يسلمك. بما إنه الشباب ما جو خليني أجلس أسولف معك. والله دهيك، تعال والله تمام. تسلينا والله. طيب أبغاك تكلمني أول شيء عن الكرنفال، كيف كان؟ الكرنفال كان ان شاء الله انه مرضي. والله اي والله ان شاء الله. اخذنا مراكز ماجد. ماجد المركز الأول؟ المركز الأول. نعم. ومحمد دنا وهادي. هادي ومحمد دنعة. اللي الدوت اللي سووا عليه بروفا هنا. لا. غيره؟ غيره. ليش؟ ثم صار دويتو محمد جابر وهادي، اخذ واحد مركز والثاني ما اخذ مركز. سبحان الله. اي متوزعون المراكز، مو كل دويتو يعني يعطونه مركز. اي نعم، افضل واحد في الدويتو يعطوه يعطونه مركز. ممتاز. واخذ اللي على المركز الله يوفقهم، احنا ما اخذنا شيء. نطلب الله. بس اتوقع قد اخذت مركز في كرنفال. اي اخذت مرتين. خلاص يكفي. اعطي غيرك. اعطي غيرك. لا ما شاء الله تبارك الله. إيه بس انا ما كنت حاب انهم يغيروا والله، لان يعني كان نشيدهم اللي سوينا عليه بروفا كان مره حلو يعني. هي هم نفسه بس لا، بس ان محمد يعني هادي يرفع طبقه ومحمد ما يعني يشد صوته. ايوه على المسرح. على المسرح. بس نجت حلوه. ما شدت صوتي يعني وقف. لا مشت. هذا اللي كنت اقوله، انه لازم يختار طبقه تحت المسرح او حتى على المسرح. دندنوا مع بعض قبل ما يبدا يعني. بس يعني ربكة المسرح الكرنفال كذا، لا بد يجي معها هيبة. أيه. هو الهيبة اللي غيرت. ولا كم واحد يجي واثق ومن نفسه ويومي يشوف الناس يشوف يجي شو ربكة. ايه بس انا كلمت الشباب انه بالعكس، يعني انت اطلع المسرح عندك هدف واحد، انه انت تمتع نفسك قبل ما تمتع الجمهور. ابعد بعيد، لا تفكر في المراكز، المراكز هي اللي حتجيك اذا انت بس ركزت على ادائك وشغلك وكيف تمتع نفسك تمتع المشاهدين، هذا اهم شيء. يجيب الله. طيب الشباب وين هم؟ ماجد وين؟ ماجد عنده 12 ساعه من فقره عبد الله خماش. خارج يشم هواء. اي 12 ساعه احنا كلنا نتمناها. الله يوفقك. والاثنين جايين الحين، بس اللي هو صاحي لي. طيب انا ودي اتكلم بس ماني عارف اذا الشباب حيسمعوا في مقراتهم الين ما يجوا. احنا حنتكلم اليوم عن ثلاثة امور. حنتكلم عن الهارموني، او خلينا نتكلم عن امرين مهمة. طيب بما ان الشباب يسمعوني في الهاوس، ترى يا منشدين ننتظركم، نورونا يعني. لا يبغون شيء زي الاسبوع اللي راح. يعني تعودت على الدلع وكل واحد ينادي اسمه بلحن. لا يا هلا. ايه السلام ورحمه الله. انا مساء النور، كيف حالك؟ عساك طيب؟ ابدا. كيف امورك؟ بخير. شكله من عرف انه ما عاد في موالات جو. طيب يا شباب اللي في الهاوس شرفونا على اساس نبدا ان شاء الله. طبعا حنتكلم اليوم عن فن الهارموني، وحنختم ان شاء الله بتمرينين جديده. وظيفه التمرينين هذه انها تصفي الصوت واحد، تزيد لمعانه، وزنه الصوت اللي هي كل واحد فينا خاصه له زنه معينه. الزنه هذه تكون واضحه في صوتك، فتخلي كذا صوتك لامع زي الالماس. تمارين البعض ممكن وقت التطبيق يخجل منها، لكن هذا علم. تمام، هذا علم، ما نبغى نخجل منه من اي تمرين. كل تمرين لازم نعطيه حقه، وكذلك مش فقط نعطيه حقه هنا في الفقره، لا نعطيه حقه ان شاء الله وانتم في مقراتكم، حتى وانتم على فراشكم كذا دندن بينك وبين نفسك، الا اذا واحد جنبك يبغى ينام. عاد هو جنبي، هو مالك، هو جنبي. يلا كمزوه. فا ايش سويتوا مع التمرين؟ انا جربت كذا مره، صوتي ما مشي. ما مشي. ولا نزلت الطبقه؟ حاولت تنزل الطبقه؟ ما عرفت، انا حاولت انزل لكن ما. طيب هو اذا نزلت الطبقه حتسهل معك مره، لانه انت طبقه صوتك تحت نازل مره. جربت؟ والله الصوت مثل ما قال عبد الرحمن، احنا شلنا يمكن اربع شلات امس. اي قبل امس صح؟ كرنفال؟ قبل امس. لا لا، هنا في الاستوديو. ما شاء الله.
طبقة مرتفعة طبقة نازلة طبقة مرتفعة طبقة نازلة. اهو تسجلوا من وراي يا شباب. اوكي تعليمك استاذ هذا. لا لا والله ان الصوت تعبان. خلينا حتى البارح حضرت كرنفال والله من الصوت تعبان رايحين فيه ما شاء الله. طيب كذا حمستوني اني اسمع الاشياء اللي سجلتوها صراحه. عند احمد بامي عبد العزيز عصيم ما شاء الله ان كان في نقاط ولا ها ولا ها. لا الامور طيب ان شاء الله ان شاء الله هو النقاط. طيب خلينا نبدا معكم البركه في الموجودين. تكلم الله فيكم الخير والبركه. حنتكلم اليوم عن فن اسمه فن الهارموني. فن الهارموني من اجمل الفنون على مستوى الاداءات بشكل عام في مجال الغنائي او في مجال الانشاد. ايش هو الهارموني؟ هي طبقه مغايره عن الطبقه الاساسيه بس تعطيني نفس النغم انه ما يختلف اللحن معايا وين اختلف يبقى انه في نغم مسموع في الاذن. طبعا انا قاعد اشرح بشكل مبسط جدا ولا هو في شرح علمي على سلالم معينه انا ما راح اذكرها الان تمام لانه يعني. لا مش صعبه انا اتكلم لانه احنا نبغى كل اللي حناخده مجرد تلقين تمام. احنا حناخد زي ما اخذنا علم المقامات اخذناه بالتلقين ما اخذناه كسلالم معينه دوري ميفا ولا الشيء هذا ومن فين يبدا المقام وفين ينتهي فين ركوزه وفين اساسه ما راح اتكلم بالتفصيل هذا لانه احنا هنا نتكلم بالتلقين كل شيء حناخذه بالتلقين تمام شيء مبسط جدا على اساس كذلك حتى الساده المشاهدين يفهموا معانا بطريقه مره بسيطه. طيب فن الهارموني انا عندي طبقه صوت اخترتها صحيح طبقه نشيد معين اخترت طبقه اسيب طبقه واروح الطبقه اللي بعدها الطبقه اللي بعدها هذه هي الهارموني يعني تغير يا سلام حتغير الطبقه فقط تمام يعني مثال اديكم مثال انا اقول يا حبيبي هك قلبي عن همومي ما براح خليني امسك يا حبيبي بس يا حبيبي شفت الطبقه هذه هذه هي الهارموني يا حبيبي هذا الهارموني طلع يعني شدة لا مش شدة هي بمعنى أصحية الطبقة الثالثة لطبقة النشيد الأصلية اسمها الهارموني تمام فإحنا لما ننشد نشيد معين ونبغى نجيب الهارموني حقه لا نطلع بسلمين تمام السلم الأساسي بعدين السلم الثاني نجليه السلم اللي بعده هو هذا إيش هو هذا الهارموني. طبعا الهارموني له ثلاثة أنواع سكند وثيرد في هارموني يعتبر تأليف يعني يسموه مغاير إحنا يعني في وسطنا إحنا نسميه مغاير اللي هو إيش اللي هو ما له أساس في السلم تماما لا أساسه إنه أنا كيف أعطي لنفسي إيحاء خلاص رسمت اللحن فأنا أعطي لحن مغاير بس لما أجي أسمع النشيد مع بعض أو اللحنين مع بعض ما يكون مؤذية للسمع تمام راح نأخذ تطبيق بسيط للهارموني فكني يشرق دمعي إيه أوكي يشرق دمعي فأوالي يشرق 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 الثالثة هذه اللي هي إيش الهارموني يشرق دمعي يشرق دمعي هذا هو الهارموني تبعه نسوي تجربة بسيطة انتوا حتقول اساس وانا حسمعكم الهارموني تمام يشرق دمعي فأواري يخفق قلبي فأداري يشرق دمعي فأواري يخفق قلبي فأداري يشرق خلينا في يشرق عشان نسمع الهارموني يشرق دمعي فأواري يخفق قلبي فأداري هذا يسموه الهارموني السكند السكند بالإنجليزي يعني الثاني ثاني رقم اثنين تمام الثيرد يشرق دمعي فأواريه يشرق دمعي فأواريه الثيرد لحنه بالطريقة هذه يشرق دمعي فأواريه حينتقل برضو يسيب مسافة
حينتقل للطبقه اللي بعدها حيجي معاه الثير. بس المستخدم عندنا غالبا في الاستوديوهات والمنشدين بيستخدموا نوعين من انواع او نوع واحد اللي هو نوع السكند، ونادرا يستخدموا الثيرد. بس اللي مشهور فيه الثيرد الفنون الغربيه اكثر. طيب الهارموني، في عندنا المقامات زي ما نعرف قسمين، مقام شرقي ومقام غربي. المقامات الشرقيه كلها نعرفها، مقام حجاز، عفوا رست، بيات. ليه؟ لانه فيها اشياء في نفس الطبقات، فيها ارباع نسميها احنا ارباع نغمه، ربع نغمه، فيه ربع نغمه، ربع نغمه. هذه المقامات الشرقيه اللي تميزت فيها، لانه المقامات الغربيه كلها الموجوده طبعا هم يتركزوا على مقامين اساسيين، الميجر، الميجر وال اللهم صل وسلم على محمد، الماينور وميجر، ماينور ماينور ومايجر، اوكي، متركزين في النقطه في المقامين هذه. لكن احنا عندنا، وعليكم السلام، هلا بالكوبوي، هلا هلا، كيف امورك؟ عساك طيب؟ الله يرضى عليك. شغلك كيف؟ تمام. اي والله صح، انا قاعد اقول ايش الجو الصعب هذا. ابو جابر الله يعافيك. طيب طيب خلونا مركزين. طيب فزي ما ذكرنا المقامات الشرقيه اللي فيها ارباع، الأصل إني أنا ما أسوي فيها هارموني. ممكن الناس تسوي فيها هارموني لكن سمعاً لا تتقبل، ما حتكون حلوة. يعني مثال زي الرست، لو قلت نشيد رست وجيت أبغى أحط فيه هارموني، هارموني أو بيات، تحديداً البيات، إذا جيت أبغى أحط فيه هارموني سمعاً مش مظبوط. ليلي يا ليلي طويل، ليلي يا ليلي طويل، هذا يعني بعيد. ليلي يا ليلي طويل، في شاطح كثير. والهدف من الهارموني انه يعطيني تناغم، فاهم علي؟ حتى لو استخدمت الطبقه اللي هي الثانيه او الثالثه مع البيات ما حيضبط معايا. ليش؟ لانه زي ما ذكرت لكم المقامات الشرقيه فيها ربع نغمه. المقامات جميعها العالميه، نقول احنا العالميه المتعارف فيها، كلها على نص نغمه نص نغمه نص نغمه، الا الشرقيه، إلا الشرقية فيها أربع ربع نغمة، تمام؟ فلذلك لما أجي أطبق الهارموني في المقامات هذه ما حيضبط معي. لكن الآن أبغى أسوي كذا بروفة بسيطة، كيف أنا أقدر أجيب الهارموني؟ طبعا هو مش في يوم وليلة، أنا ميقن تماما. يعني أنا أفتكر يوم اليوم اللي وجدت نفسي أني أتقن فيه الهارموني، كيف أتقنته؟ بجلوسي جنب شخص يعتبر من أساتذة الهارموني في المجال. فكنت بس أجلس جنبه، طبعا في البداية كنت أشطح معاه، يعني فاهم ليش؟ لأنه أنت لما يكون جنبك واحد يقول هارموني طبيعي أنه أنت تخرج معه. فكنت أركز أنه حتى بعض الأحيان أتغافل الكورال الأساسي وأركز معاه في الهارموني، أبغى أعرف التفاصيل فقط. فجبتها بالتلقين قبل ما أجيبها دراسة، او قبل ما اعرفها يعني علمي بشكل علمي، تمام؟ عشان كذا احنا ممكن حناخذها بالتلقين الان. يعني انا بديك مثال، انا في البدايه حديك اللحن، قول اللحن هذا وانا حقول الاساس اللي انت حتقوله هو الهارموني، تمام؟ قول يشرق دمعي يشرق، هذه عاليه عليك صح؟ طيب قل يشرق دمعي فأواريه، يخفق قلبي فأداريه، يشرق دمعي فأواريه، يخفق قلبي فأداريه، يشرق دمعي فأواريه، يخفق قلبي فأداريه، يشرق دمعي فأواريه، يخفق قلبي فأداريه. طيب ها قريبين قريبين، لأنه يعتبر لحن جديد فطبيعي. بعطيك طبقة عند محمد جابر. محمد جاهز ناخذ معك؟ يا سلام عليك. طيب حتقول يشرق دمعي
يشرق دمعي فأواريه، يخفق قلبي فأداريه، يشرق دمعي فأواريه، يخفق قلبي فأداريه. لا شوف النهاية رجعت اللحن الأساسي. يلا يشرق دمعي فأواريه، يخفق قلبي فأداريه، يشرق دمعي فأواريه، يخفق قلبي فأداريه، يشرق دمعي فأواريه، يخفق قلبي فأداريه. حفظت اللحن؟ الآن أنا حخش أساسي معاك وأنت خش اللحن. يلا قول. يشرق دمعي فأواريه، يخفق قلبي فأداريه. الله عليك. ممتاز يا أبو حميد. حفظت اللحن هذا؟ يشرق دمعي فأواريه. يلا قوله. يشرق دمعي فأواريه، يخفق قلبي فأداريه. لا شوف النهاية جيت معايا. ايه؟ لا يخفق قلبي فأداريه، يخفق قلبي فأداريه. اوكي يشرق يلا. يشرق دمعي فأواريه، يخفق قلبي فأداريه. لا ترجع. طب انت تدخل معي ليه؟ طيب لا تنزل الطبقه. لا انا حمشي اساس. انا حمشي اساس. انت احفظ اللحن اللي هو الهارموني. شطر ثاني وش اللحن؟ يخفق قلبي فأداريه، يخفق قلبي فأداريه. تمام لا تغير النهايه هذه. يشرق دمعي فأواريه، يخفق قلبي فأداريه. يا سلام عليك. يشرق دمعي فأواريه، يخفق قلبي فأداريه. شفت الاختلاف البسيط؟ لأن الهارموني من يعني فن حساس جدا. الخطأ فيه واضح، لا يحتمل أبدا. الخطأ فيه واضح جدا لأبعد درجة. تمام هذا هو هذا هو الهارموني. حناخذ فيه ان شاء الله تطبيقات عمليه ان شاء الله، وحنرجع عنه ضروري. كنت اتمنى صراحه اشوف الشباب كلهم، لانه يعتبر من اهم الفنون، لا سيما انه اغلبكم يخش استوديو ويسجل اناشيد. واحنا ان شاء الله بعد البرنامج اكيد حيجيكم عملاء وطلبات، نبغى منكم نشيد معين، نبغى منكم نشيد معين. فلذلك من اهم الفنون اللي لازم يعني تسجلها في اعمالك تركين تحديدا، او اربع تركات تكون خاصه بالهارموني. تمام طيب حناخذ تمرينين بسيطه. التمرينين هذه وظيفتها زي ما ذكرنا تصفي الصوت وتزيد لمعانه. تمام نسمي التمرين هذه احنا مسمينها تمرين الوز والوج. الوز والوج والوج. تمام حتى التمرين هذا ممكن لو يسمعوني الشباب في الاعلاميين في التقديم، هذا التمرين جدا مهم لهم كذلك. يصفي الصوت تماما قبل ما يخش الاستوديو، لازم يسوي التمرين هذا. طبعا التمرين هذا وقت التطبيق انا حسألكم ايش تحسوا بعد ما سويتوا التمرين هذا. تمام التمرين كالتالي. تفتح فمك على الاخير. تمام وننطق كلمة وز وز. وش فايدة التمرين هذا؟ زي ما ذكرنا يصفي الصوت ويزيد لمعانه. تمام بكم اخر شيء؟ ايوه عضلات وجهك لازم تشد. تمام التمرين الثاني اللي هو الوج. وج 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 وج. اسنانك تكون مقفله. وج وج وج. تمام وج. طيب حاخذ 30 ثانيه. حاخذ 30 ثانيه وز 30 ثانيه وج. بعد كده حسالكم ايش تحسوا. تمام 1 2 3. وز 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 وز. طلع صوتك قول. وز 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 وز
وز وز وز وز وز وز وز وز وز وز وز راس صدع. اوكي هذا اللي كنت بوصل له. يلا الوز في لجة. وز 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 بس ايش تحس ايش تحس ايش تحس صداع صداع تعودني ايش تحس صداع صداع هذا هو اول شعور راح تحسه اذا طبقت التمرين راح تحس بصداع تحس بآلام هنا تحديدا في المنطقة هذه تمام لكن انا من اهم الامور في من اهم الاشياء اللي يفيدني فيها هذا التمرين هذه الجيوب انفية صح إيه. الجيوب عندنا حروف تخرج من الخشم زي النون والميم لما نسوي التمرين هذا بعض الحروف حيزيد لمعانا فيه حيزيد لمعانا الحروف من خلال هذا التمرين يعني يجمل شوي اي نعم تمام لو استمريت لو ابغاكم يوم يوم قبل ما تسوي التمرين هذا انشد قول شيء معينه او نشيد معين تمام سجل نفسك في الجوال او انتم معلش اسف جرحتكم صح عادي عالم الاستوديو لا لا معلش اسف والله في الاستوديو هنا تمام في الاستوديو تعال سجل ترك ترك ما تعيد حتى لو غلط ما ابغاك تعيد بس ترك ابغاك تسمع ايش الفرق بعد بين بعد ادائك للتمرين وش الفرق بعد قبل ما تسوي التمرين هذا تمام يعني باختصار بعض الاحيان لما انا انشد مثلا اقول مثلا يا صاحبي حان الوداع والدمع ما منا عذر النشيد هذا او تحديدا النشيد هذا لو جيت وقلت بعد ما سويت التمارين هذه حتسمع تفاصيل جدا مختلفه وقويه العرب كانها فيها اوتوتيون طبيعي ما تلاحظ بعض المنشدين كذا اصواتهم لامعه لدرجه انه تقول يا اخي سبحان الله هذا كان في صوته اوتوتيون طبيعي كان صافي صافي الصفاء هذا التمرين هذا هو اللي راح يعطيك اياه تمام الله كريم الله كريم الله كريم احنا اهم شيء عندنا الجديه ثم الجديه ثم الجديه طول ما انا وعليكم السلام ورحمه الله يا هلا طول ما انا حطيت في بالي انه هذه موهبه ربي اعطاني اياها لازم اتقنها واحد لازم احافظ عليها والمحافظه عليها بشكر النعم قبل كل حاجه شكرا باللفظ وشكرا بالتطبيق شكرا بالتطبيق اني لا انا اشتغل على الموهبه اللي ربي اعطاني اياها وبعد ذلك اوجهها التوجيه السليم تمام فابغى منكم بكل امانه يوميا حاولوا اي تمرين ناخذه اعطيه ولو اليوم الاول اعطيه 10 دقائق ما في مشكله ما عندي مشكله انه غالبا لما تحط لنفسك وقت معين 30 وبعدين حتيجي ثاني يوم ثالث يوم تحس نفسك ستوب لكن بالتدريج افضل خذ لنفسك 10 دقائق اليوم اللي بعده 10 دقائق حسيت اليوم اللي بعده والله لا ابغى استمر اكثر خذ 15 حتوصل لا شعوريا انت عندك 30 دقيقة ممكن في اليوم تقدر تعطيها. في نقطة كمان أنا راح أفيدكم فيها إن شاء الله لما تخرج إن شاء الله من البرنامج راح أجهز لكل واحد USB يكون عندكم في السيارة. إن شاء الله. تشغل في السيارة هو حيطبق التمرين وأنتوا حتقولوا وراه. الله يرحم والديك سليم. ها؟ أقول الله يرحم والديك سليم. آمين يا رب وياك يا رب والدينك تمام. فحيكون أول ما تحط USB على سيارتك. حيبدأ هو يتمرن بس عندي ملاحظة مرة مهمة في التمرين هو راح يعطي مساحات جدا عالية الوقت اللي تحس انك هذه أعلى طبقة انت وصلت لها لا تطلع معه أوقف ستوب ليش؟ صوتك ما ينجرح هذا أهم حاجة تمام؟ أبدأ تدريجيا أنا أحاول قدر المستطاع أني أعطيكم التمارين مرتبة طبعا برضو عشان أنا أفيد السادة المشاهدين انه كيف يحصلوا على التمارين هذه لو دخلتوا على اليوتيوب وكتبتوا تمارين سولفيج او تمارين فوكاليز راح تلقونها بشكل مره كبير ومن اهم التمارين من
يعني من أهم الفوائد لهذه التمارين زيادة مساحة الصوت، التقليل من النشازات، أدائك يتطور بشكل مرة كبير. سبحان الله زي ما ذكرنا يمكن في أول الحلقة إنه الصوت زيه زي أي عضلة في الجسم تحتاج للتمرين. يدك إذا رخيتها كم فترة جيت تبى تحمل ثقل معين تحس ما أنت قادر، ليه؟ صح، تمرنها بالضبط، يدك راخية. الحلق كذلك يحتاج للتمارين يومية. تمام. طيب هل عند كل واحد نشيد معين يعرف له الهارموني؟ يعني أنا قد سجلت نشيد، أنتم ما شاء الله قد سجلتوا أنا نشيد في الاستوديو، هل قد دخلت الاستوديو وسجلت هارموني؟ قد جربت الهارموني قبل كذا في الاستوديو؟ لا. لا. لا 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 لا. السبب أنا أقول لك إيش السبب من الآن، لأنه أتوقع كل الأعمال شيلات. إيه صح؟ الشيلات ما فيها أي هارموني. ليش؟ لأنها تعتمد على مقام البيات تقريبا بشكل كبير، يعني مقام معين. رغم إنه لا، رغم إنه والله في شيلات يعني بمقام الكورد بمقام، بس سبحان الله ما أجد إنهم يستعملوها يستخدموه إلا في حالة واحدة، إذا كان اللي سووا له الكورال هو صاحب الاستوديو. إذا إذا أيه بالضبط، يصير هو يجي بس اللهم يسقط الصولو فقط، يقول الصولو والكورال يكون أصلا جاهز، صاحب الاستوديو هو اللي سواه له الكورال. سوى الكورال. لكن من أهم الأشياء اللي ننتبه لها فوق تسجيل الأعمال، صوتي لازم يكون في الكورال، لازم يكون في الكورال مبدئيا. أوكي في أعمال بروفيشنال لما تكون كبيرة أحتاج إنه لا عادي يكون الكورال من أي جهة مختصة في مجال الكورال، لكن مبدئيا أنا بما إني قاعد أقول شيلة فلازم أصلا إني أقول كورال. تمام. لا تخلي بالذات في الشيلات، لا تخلي احد يسوي لك الكورال، انت سوي الكورال بنفسك. سويها كلام طلبونه، سويت انا هنا كورال. اتوقع انتم سجلتوا نشيد براين؟ لا إيه، سجل ماجد سجلتوه؟ إيه. ماجد واحنا نذيع ولا لسه؟ اي اذيع اذيع وذيع خلاص الناس إيه سمعوا؟ الناس سمعوا. نسجل كورال ما سمعته؟ والله انا ما احب الحزن عشان كذا. الشيله اللي قبل شوي الشيله قبل شوي كانت في البرايم عندكم صح؟ ايه كانت اللي في البرايم ما شاء الله عليك ذاكرها. طيب ها مين سجل الكورال عندكم؟ حق البراين. حق البراين محمد الدنعه وماجد. محمد الدنعه وماجد الرشيد نفسهم اللي شالوا الشله الشيل ومكيف. ومكيف صفقر بس لا كذا قفلته يدويا انت. اي كذا ممتاز. طيب طيب ممتاز. لكن من الان ان شاء الله احمد ما شاء الله من زي ما ذكرت لكم احمد يعتبر من الاساتذه ترى في مجال الانشاد، لا سيما انه كان في فرق موجوده في مكه من اكبر الفرق كذلك في مكه، فحيفيدكم كثير في الكورال في تسجيل الكورالات. لا تخليه هو يسجل لك، قل له تعال قل لي ايش هو الهارموني، اديني مليني الهارموني. هو والله دائما اذا جيناه هو يقول سجل انت بالله. اذا كان في قرار كورال يخلينا نسجل. تمام. القرار سهل اتوقع كلكم تجيبونه يعني. الجواب كذلك اتوقع انه الجميع يعرف يطبقه، لكن الهارموني هو اللي فيه مشكله، انه صعب يتطبق. تمام. في هارموني من الهارمونيات احنا نسميه زنان. هارموني زنان. كيف هارموني زنان؟ شاد مره يعني صوت لا يطلع من. شفت تعرف نشيد النبي صلوا عليه، النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. في هارموني الهارمونيات تطبيقه بالضبط زنه. كيف؟ النبي صلوا عليه صلوات الله عليه خط شايف بس. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه. لا تقول اللحن خليك على الآن. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. شايفين؟ ويتغير في موضع وموضعين في النشيد. يعني مثلا أنا النشيد لحن النشيد النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. لما أجي أسوي الهارموني الزن هلا عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك؟ أمورك بخير وحشتنا والله. أنا أكثر. وين الناس؟ والله أمور طيبة؟ إيه كانت في مشكلة. طيبة يلا ما في مشكلة. تمام.
فلما اغير لما يكون في تغيير في اللحن هذا الزنان يغير لي بس تغييرين فقط. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه، يرجع الاساس تمام. يعني يغير في الثاني. اي نعم طبعا الثاني. هذا يعني انا كنت اسمعه كثير يطبق، لكن بالنسبه لي لو سالتني انا ما احبده صراحه، انا ما احبده، لكن ممكن بعضهم في الاستديوهات يستخدموه كتطعيم يعني فقط، يخلوا الترك صوته مره بعيد على اساس يعطيني جو في الكورال كانه كورال جماعي جماعي يعني. كل ما زودت تركات تسجيل في الكورال كل ما كان افضل، ويعطيني ايحاء انه في عدد كبير سجل الكورال. حنتكلم ان شاء الله يوم من الايام حنوري الجمهور صناعه النشيد كيف، لانه البعض لما يجي يقول لك ابغى منك نشيد يعتقد انه حتخش الاستوديو 10 دقائق وتخرج. لا الكورال فقط، ممكن الكورال فقط عشان اسجله يحتاج لي ما يقارب اذا انا متمكن 14 مره، يعني 14 ترك اذا انا متمكن، يعني ما راح اعيد، هو طبيعي انك تعيد من الطبيعي جدا تمام. فطبيعي يا شباب لما انا اسجل هذا بالميت 14 ايش 14 ترك، خذ قول لكل ترك اعاده اضرب 14 في 2 8 اجري. الصولوهات كذلك لما اجي اسوي صولو مستحيل اني اسجل الصولو مره واحده، اكيد اني حعيد وازيد، حجيني افكار توصل لدرجه انه المهندس يقول لي لا انا اعرفك عندك احسن، تسمعوها كثير حتى احمد يقول لك اياها ممكن صح، لا عيد عندك احسن عندك احسن. ليش؟ لانه يبغى يوصل لاحساس معين للكلمه اللي انت قاعد تقولها. فنشيد معين تقريبا من 10 ابيات اذا جيت ابغى اسجله بالميت ممكن ياخذ معايا من ساعه الى ساعه ونص كتسجيل. ف حنشرح ان شاء الله يوم من الايام كيف اليه تسجيل العمل، بس برضو بشكل مبسط لانه احنا فقرتنا كلها كم من 15 الى 20 دقيقه تمام. سمعت كل شيء قلنا؟ ايه سمعت كون هناك طبقت والله ما قدرت. طيب يا حبايب حنكمل ان شاء الله مع بعض، لكن احب انقل المايك لابو ابراهيم استاذ عبد الله النجاشي. اهلا استاذي استاذ هيثم يا مرحبا. الله يرضى عليك، انت الاستاذ وتاج راسي والله. الملحاني تصدر منه اجمل الالحاني. الله. الهارموني ما شاء الله، وش اسمه ايش قلت السكند والثريد والثيرد وكلش. نعم. ما شاء الله تبارك الله. لا كذا انت خليت الوجوب علي اني احضر لك اليوم. انا ابيكم هذه جزاك الله خير، انا احتاج الجميع اللي عندك الله يحفظك معاك يجون عندي إذا سمحت. أكيد لأن أكيد. عندنا اليوم شيء